وفي خبر مفجع، توفي نجم الكرة العراقية السابق والمدرب ناظم شاكر قبل قليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في إحدى المستشفيات في أربيل بعد تدهور حالته الصحية. ونعى عدد كبير من الرياضيين في العالم العربي النجم المونديالي على مواقع التواصل الاجتماعي فور نزول الخبر. ويذكر أن ناظم شاكر بدأ مسيرته الكروية عام 1975 ميلادي، وكان رمزا لنادي القوة الجوية كما مثل منتخب العراق في المونديال، ودرب العديد من الأندية الأردنية والإماراتية كما قاد المنتخب العراقي في عام 2009. جيب لك مثل ما انت قوي، ها اللي ايمانك بالله قوي، لا تدير بالك، تخلص تخلص، اخر اخر صدرك هذا هي مالك، اثار الكورونا هي راحت من عندك، الكورونا اثار بعدها موجوده بالرياح عندك. رحم الله ناظم شاكر. والآن عودة لعبد العزيز. الله يغفر له ويرحمه، شكرا جزيلا لك حازم.